في قنوات لما أخرى. توقف ضد سلمان حمود في ذاك الاستجواب بمحاورة، ما تشوف أن أنت بشكل غير مباشر أيدت قمع الحريات اللي أنتم تشوفونها باب الحرية؟ وهل معناته أن إذا كان في هذا الجانب أغض النظر عن جانب الفساد الآخر في عملية البرامج وشرائها؟ ما يصير أنا بعد أشوف بعين واحدة ما أشوف عين ثانية. وسلمان الحمود أيضا كان له دور في موضوع المجازر في معرض الكتاب. حتى الحين لما يك معرض الكتاب مثلا يشوف بعض الكتب يتم إعدامها، بعض النواب مثلا يقول لك الإسلاميين يهدد مثلا وزير الإعلام أنه يتم تفعيل مسائلة سياسية. في المقابل الناس اللي عندها النفس الليبرالي سواء أنتم كتيار أو غيركم من النواب، نعم، ليش ما تكون هناك حركه مضاده؟ انا اهدد بالاستجواب اذا الوزير ادى الى قمع الحريات. بالعكس، صارت في حركه في 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 معرض الكتاب الاخير، وصار في اعتصام في ساحه اراده، وصار في مواجهه مع وزير الاعلام محمد الجبري، ووصلنا الى 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 اتفاق ليس لا يرضينا بالكامل، لكن افضل الموجود حاليا ان كل كتاب مسموح دول الخليج يسمح فيه بالكويت، لان مو معقوله كتب تسمح في السعودية، في الإمارات، في البحرين، في قطر، وتمنع في الكويت وهي كتب ما عليها شيء. يعني احنا اي كتاب مثلا ننطر دول الخليج تجيز الكتاب عشان احنا نجيزه؟ هذا جزء من مشكلة، رغم ان احنا كنا رواد في الحريات. وهذا يعني وهذا الكلام اللي وصلناه لوزير جبري، ان الكويت اللي كانت هي المثال حق الدول الخليج والدول العربية اصبحنا ننتظر الدول الاخرى. لكن هذا اللي قدمه وزارة الإعلام، واحنا ما زلنا مستمرين في الضغط على وزارة الإعلام في انها تسمح للكتب. مفهوم الرقابه اليوم ما عاد له قيمه، اليوم اللي يبي يشتري كتاب ما عاد ينتظر معرض الكتاب، كل شيء موجود على الانترنت، كل شيء موجود متداول، تقدر تشتري بنسخه الكترونيه. ففكره الرقابه اليوم فكره جدا اصبحت متخلفه. فعلى وزاره الاعلام انها تتخلص. ممتاز. في مجال الحريات، اذا التعديل اليوم اللي قاعد يصير، حتى اعتقد وزاره الاعلام شكلت لجنه لتعديل القوانين سواء كان المطبوعات او المرئي المسموع. هذه التعديلات تشوفها جيدة؟ وهل اليوم الحكومة يعني خاصة من يريد يعني أن يكون القانون وسيخ مسلط على رقاب مثل الإعلاميين وأيضا الكتاب وأيضا الناشطين، من سيسعون إلى تغيير هذا القانون؟ هل هناك حملة أن تقدر نغير القوانين اللي موجودة اليوم؟ شوف، صدر بشكل رسمي بيان من وزارة الإعلام عن تشكيل لجنة لمراجعة قوانين الإعلام. كان في نوع من الإيحاء أن لمزيد من الحريات، وأن كنت أنا أشك للأمانة. ليش تشك؟ الحكومة ما تقدر على السقف المرتفع من الحريات، ولا مجلس الأمة، النواب، أغلب النواب يقدرون على السقف. حتى النواب؟ حتى النواب. ليش؟ انسى قضية أن إحنا مع الحريات وإحنا مع القوانين اللي لازم نلغيها، تقمع الكلمة، هذا كلام للاستهلاك الإعلامي. لكن على أرض الواقع هم ضد العملية الحريات بشكل تام. يعني فإذا بنرجع على موضوع وزارة الإعلام، وزارة الإعلام من شهر شهرين تكلموا عن مراجعة القوانين الإعلامية، ما شفنا شيء إلى اليوم، ما حتى كأخبار قاعد نبحث عنها، ما لمسنا شيء من هذه اللجنة في المراجعة. قانون الإعلام، قوانين الإعلام بشكل خاص تعديلاتها بسيطة. أهم تعديل إنه شنو التعديلات؟ أهم تعديل أنت مطالب فيه إنك تلغي من جميع قوانين الإعلام مادة إنه ويعاقب بعقوبة أشد في قانون آخر. هذه لما فياخذها يروح قانون الجزاء مثلا. بالضبط، يروح قانون أمن الدولة، يروح. هذه إذا 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 لقوها وزارة الإعلام يقول يعطيكم العافية، فاجأتونا. لكن طالما هذه موجودة الأمر راح يظل كما هو عليه. اليوم العقوبات اللي قاعد تتم على قانون الإعلام قاعد يتم التشدد فيها في قوانين أمن الدولة. ولا أنت قانون الإعلام المطبوع والنشر والإعلام الإلكتروني أيضا وحتى جرائم تقنية المعلومات ما فيها عقوبات سجن، وهذا لازم يعني نكون فيه واضحين. يعني احنا نعدل أن الجزئية اللي تحيلك إلى قانون آخر. بالضبط، هذا التعديل كفيل انه هو يفتح لك مساحه اكبر للحريات. يبقى عاد جزئيه التعرض للذات الالهيه، تعرض للذات الاميريه، الرسل والصحابه، هذا امر يحتاج نقاش.